الآن تعلن نبيل القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، وعددهن 32 أماً فائزة، وذلك وفقاً للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 762 أماً للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات. انطبقت الشروط على 404 أمهات، وسيتم إعلان أسماء الأمهات المثاليات الأوائل على مستوى الجمهورية والأم المثالية لكل محافظة، كذلك اسم الأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم بديلة وأم شهيد شرطة وأم شهيد قوات مسلحة. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنه تم الانتهاء من إصلاح جميع الأعطال الناتجة عن سوء الأحوال الجوية بالكامل على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الانقطاعات الحالية إن وجدت فهي حالات فردية وأعطال تحدث بشكل محدود لدى عدد محدود من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية. وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد أكد أن الوزارة وشركاتها تبذل قصارى جهدها لإعادة التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن وبأعلى جودة وبشكل آمن، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء والفنيين التابعين لها يعملون على مدار الساعة لإعادة التيار للمواطنين. وأشار حمزة إلى أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء يتابع عملية توصيل التيار الكهربائي للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الظروف المناخية التي مرت بها البلاد كانت صعبة وغير معتادة. صرح المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء بأن كوريا الجنوبية قامت لأول مرة منذ تفشي فيروس كورونا الجديد بتصدير 51 ألفا من أدوات تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. ونقلت وسائل إعلام كورية جنوبية عن مسؤول في المكتب الرئاسي قوله إن 17 دولة طلبت رسمياً عبر قنوات حكومية من كوريا الجنوبية تصدير أدوات التشخيص، مضيفاً أن هذا التصدير يمثل تعاوناً دولياً مهماً في جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده ستخضع للحجر الصحي اعتباراً من اليوم لمنع انتشار فيروس كورونا بعد تأكيد إصابة 33 شخصاً. وقال مادورو إن بلاده ستدخل بأكملها حجراً اجتماعياً وحجراً جماعياً، وهو إجراء صارم وضروري. كان مادورو قد أمر يوم الأحد الماضي بإغلاق الأنشطة التجارية وبقاء المواطنين في منازلهم في 6 ولايات وفي العاصمة كاراكاس بدءاً من يوم أمس الاثنين، وذلك في مساع لإبطاء انتشار فيروس كورونا. أعلنت السلطات التايلاندية إصابة 20 شخصاً على الأقل في انفجار استهدف مكتباً حكومياً جنوب البلاد، وذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار وقع بواسطة قنبلة وسيارة مفخخة، واستهدف مركز إدارة المقاطعات الحدودية الجنوبية في إقليم يالا. وأشارت إلى أن مئات المواطنين كانوا يتواجدون في المركز وقت وقوع الانفجار، حيث تمت دعوة عدد من المسؤولين المحليين لحضور اجتماع عن فيروس كورونا كوفيد-19، ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.